الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت شركة ديالا العامة للصناعات الكهربائية إن 3 معامل تابعة لها توقفت بسبب عدم وجود تخصيصات مالية. وذكر مدير الشركة عبد الستار الجنابي إن إنتاج هذه المعامل كان يتسم بالجودة العالية، إلا أن التطور الذي حصل في مجال صناعة السيارات وقدم مكائن معمل شمعات القدح أدى إلى توقف المعمل، وأشار إلى أن قيمة المنتج في معمل المراوح تبلغ 65,000 دينار، وأن هذا السعر يعد غير مناسب حاليا بسبب منافسة المنتج المستورد لمنتجات المعمل وعدم وجود تخصيصات مالية لشراء مكائن حديثة، فضلا عن عدم وجود حماية للمنتج المحلي. قال رئيس اتحاد الفلاحين في ديالى رعد التميمي إن 70% من فلاحي المحافظة لم يتسلموا مستحقاتهم المالية من تسويق محصول الحنطة التي باعوها لوزارة التجارة. وأكد التميمي أن 70% من فلاحي محافظة ديالى يعانون من تراكم ديونهم لتأخر الحكومة بسداد أموال محصول الحنطة التي تسلمتها منهم في الموسم الزراعي الصيفي الفائت. وأضاف التميمي أن الوضع الزراعي في ديالى استثنائي بعد إلغاء خطة الاستزراع للموسم الصيفي، ولا يزال مصير الموسم الشتوي غامضا حتى الآن، خاصة مع تفاقم أزمة الجفاف القاسية، ما ينذر بأوضاع كارثية للفلاحين. عادت أزمة الوقود مجدداً إلى محافظة الأنبار بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تجاوزها. وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز إن سبب الأزمة هو تقليل حصة المحافظة من الوقود، إذ يجب أن تكون حصة الأنبار 1,000,000 لتر يومياً، وحالياً لا يتم تجهيزها سوى 500,000 لتر فقط يومياً. وبيّن أن الأزمة طالت العديد من المحافظات العراقية الأخرى، ويجب زيادة كميات الوقود المجهزة للمحافظات. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سعر بيع 369,000 دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا أيضا عند 339,000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335,000 دينار. صعدت قيمة عملة البيتكوين الرقمية مجدداً إلى أعلى مستوى لها منذ نيسان الماضي، حيث صعدت فوق مستوى 60,000 دولار. وارتفعت العملة الرقمية بنسبة 2.94% إلى أكثر من 59,000 دولار. وقبل ذلك جرى تداول البيتكوين فوق مستوى 60,000 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان عام 2021. سجلت أسعار النفط قفزة كبيرة لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا لتصل إلى 84.28 دولارا للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 30 سنتا لتصل إلى 81 دولارا للبرميل. وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2015. ختام الموجز إلى اللقاء.